قديش تدخلي هالسنة؟ هي الجملة الأكثر تكراراً بين الشبان والشابات وحتى العائلات عند الحديث عن موسم الصيف وارتياد المسابح. وفيما دولارت معظم المسابح أسعارها، كان اللافت في هيدا العام أن الأسعار تراجعت بالدولار على عكس التوقعات. متوقعين أنه هالموسم يكون أحلى من موسم القطع بكتير. بالنسبة للأسعار عم تكون أحلى من سنة الماضية، ما علينا أسعارنا أبداً. كإنترنس عم تكون $11 ويك دايز، $12 ويك أنت. وفي عنا الـ VIP section plus 18 عم تكون بـ $14 ويك دايز، $15 ويك أنت. في تليفونات، في حجوزات على شاليات. بالمبدأ عم بيكون القبول كتير أكتر من سنة الماضية، يعني مبلشين شوي بقوة. أسعار الأكل كتير منيحة، كتير مقبولة، العالم affordable لكل العالم. I love Lebanon and I love this beach because it's clean, pool it's new, price cheaper. Before price was $20, now only $10. It's of course cheaper. تحضيراتنا ممتازة، بس بدك إنه آخر شيء يعني الناس تلبي. إحنا كان دخول عنا قبل 2019 كان ب30,000، يعني 30,000 كانوا $20. منا دخولية $8 و$4 للصغار، يعني احنا بنفوت قنية المي معه الواحد، كل انواع السندويشات مثلا لحم بعجين نقيش كذا بنخليه يفوت مشان ما يعني نرهقه كتير يعني. وعن اعتراض البعض على دولارة هيدا المتنفس الصيفي، بيوضح اصحاب المسابح انه كل شيء بلبنان بالدولار، فاعمال الصيانة وغيرها لا تفوتر بالليرة اللبنانية وانما بالعملة الخضراء. مثل ما شايف كله مجدد وهيك، ان شاء الله يكون منيح احسن من السنه الماضيه. كثير حلو وكثير بيرفكت، عن جد اجواء كثير حلوه. في شويه تضخم بس بضل اهون من غيره، يعني رحت اول امبارح على مسبح بدناش نسميه، كثير اسعار نار هون، كل شيء موجود، كل شيء مرتب. كيف بتحدد سعر انت الدخول؟ بناء على سعر التكلفه. التكلفه صارت كلها بالدولار، يعني معظم مؤسسات سياحيه على البحر مؤسسات مستاجره، يعني كان يدفع الأجار على 1500، رجع صار يدفعه على 7-8000، رجع صار يدفعه 15,000، هلأ يمكن يضطر يدفعه على دولار فريش. في قضية الأملاك البحرية هلأ كمان الوزير بده يحولها على الدولار، فعمليا كل العمال بمعظمهم أصبحوا بتقاضوا بالدولار. سباحة بلبنان صار بالفريش، وعلى قد دولارك صار فيك تصيف يا لبناني.